هذا البرنامج برعاية مدى انترنت بلا قيود و d1g.com. جمهوري الكريم، أرحب بكم في حلقة جديدة نتحدث بها عن موضوع مهم وهو الجاهة. تعتبر الجاهة من أهم رموز المجتمع الأردني إلى هذا اليوم، فهيا بنا لنشاهد مدى أهميتها. أعرفكم على جلال. اليوم هو أهم يوم بالنسبة لجلال، لأنه اليوم هو يوم عرسه. من الواضح أن السهرة كانت طويلة ليلة أمس. تبدأ فعاليات هذا اليوم بحمام العريس. فعلياً طقوسه لا تختلف عن طقوس الحمام العادي إلا ببعض التفاصيل الدقيقة، فمستوى النظافة يزيد عن الحمام كل يوم. ولكن أخي المواطن، كن حذر من أن تكون المياه متوفرة في منطقتك في ذلك اليوم. بعد خروج العريس من الحمام، يقوم أقربائه بالاحتفال به مرددين كلمة نعيما. في أغلب الأوقات قد يشعر العريس بالرهبة أو الذعر، وقد يحاول الهرب كلما فكر كيف حياته راح تتغير، فهو لن يستطيع السهر مع أصدقائه بعد اليوم، ولأن مصاريف البيت سوف تزداد، وذلك سوف يجبره على إيجاد وظيفة أخرى، لأنه في مصاريف بيت، أكل، كوافير، بنزين. ولكن أصدقائه المخلصين يخففون من همه ويبقون إلى جانبه. في مكان معين يتجمع أهل العريس، وبقيادة أبو العريس يتوجهون إلى بيت العروس في قافلة من السيارات. تشكيلة الفاردة كالتالي: أولاً في المقدمة سيارة سياحية حديثة بنمرة بيضة وفيها فتحة بالسقف، يقودها أخو العريس صغير وشلته. ثانياً يليها سيارة أبو العريس، من المفضل أن تكون مرسيدس أو بي أم. ثالثاً باص كيا يقل الرجال كبار السن الذين لا يستطيعون القيادة. رابعاً مجموعة من السيارات ذات موديلات مختلفة، من المفضل أن يكونوا أقدم من سيارة أبو العريس حتى لا يسرقوا الأنظار. خامساً سيارتين جيب في المؤخرة للقيام بإغلاق الشارع بأكمله لإجبار السيارات الأخرى بالمشاركة، لتبدو الفاردة أكبر مما هي عليه أصلاً. وجميع السيارات يجب عليهم وضع الرباعي والتزمير لجلب انتباه العالم بأكمله. في أغلب الأوقات يتم استقبالهم في مكان واسع أو صيوان نصب خصيصاً لهذه المناسبة من طرف أهل العروس. شو عم تعمل بالضبط؟ تماسك، ما تبين إنك كتير مبسوط ولا كتير زعلان، ومش متحمس لهالدرجة، ولا زي كأنك خايف، ومش كأنك عامل عملية بواسير. خلص سلم وخلصنا بسرعة، وقف عندك. لازم تعرف كم بوسة تعطي لكل شخص، لأنه هاي العملية بتاخد ما بين الساعة والأربع ساعات حسب المعادلة المتعامل بها. سين يساوي عدد البوس، صاد تساوي آخر مرة شفته فيه، عين تساوي درجة القرابة بينكما، يا هو فرق العمر. بما إنه الشخص بيكون أبو حبيبتك فبالراحة أربعة، ولأنك مش شايفه ست سنين فتضرب بستة، وهو أكبر منك 30 سنة فبتسمعها 30، وعشان مربي لحية بتاخذ الجذر التربيعي للمجموع، وبتضرب المجموع بمية لتمسيح الجيوخ وتبييض الوجه، فبيطلع معك تقريبا عدد البوسات.
في المقدمة يجلس الرجال ذوي الشأن الكبير. يمسك أبو العريس الفنجان ويضعه على الطاولة أمامه، ويتكلم مخاطب الحضور ناظراً باتجاه أهل العروس بأنه ورجاله لن يشربوا قهوتهم حتى يتحقق مطلبهم. ولكن حذاري من أن تتحمس زيادة عن اللزوم. إيش عم تعمل؟ عم بتخبص. شكله الزلمة قلبه كبير، وإحنا هون من أسرة البرنامج بنحب نقول لك مبروك. غالباً ما تغيب النساء عن جلسات الجاهة، إلا أنك لا تدري من أين تخرج الزغاريد. لا تزال هذه العادة الاجتماعية موجودة في مختلف المناطق والبيئات، مهما اختلفت عاداتها وطباع أهلها، فهي تبقى من الموروثات الإيجابية التي تكون ذات مدلول اجتماعي كبير، تزيد من محبة وتوافق الناس. الجاهة تخلد كما ذكرى يوم الزفاف، وتبقى الناس تتناقل أحاديثها، فكثيراً ما تسمع ذكريات وأحاديث الجاهات في كل الجلسات. لذلك أخي المواطن، احرص على أن تكون مستعد للمفاجآت وكيفية التعامل معها حتى لا تطلع بسواد الوجه. بث بياخة. هذا البرنامج برعاية مدى إنترنت بلا قيود و D1G.com.